يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بعض الأحيان أقابل بعض الأشخاص فيسلم علي ويسألني سؤالا ويقول كيف حال إيمانك؟ سؤاله هل هذا سؤال مشروع؟ كيف حال إيمانك؟ هذا إحراج يعني، هذا إحراج، وش يبي يمدح نفسه يقول أنا مؤمن جيد؟ ما يصلح السؤال هذا. يقول كيف حال جسمك؟ أنت صحيح ولا مريض؟ نعم.